يعطيك العافية يا سعيد، راد من الدوام تعبان وظهرك يعور، ضروري تجلس في المكتب بشكل صح وتتحرك 10 دقائق كل ساعة. اليوم عندنا تخصص صحي شامل هو الصحة المهنية، والموضوع مو بجديد يا سعيد، فأول كتاب عن الأمراض المهنية المرتبطة بالعمل ظهر في إيطاليا عام 1700، وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية حوادث العمل تصل إلى 270 مليون حادث سنوياً مع 2.3 مليون حالة وفاة، بينما 160 مليون شخص يعانوا من الأمراض المهنية، وفي 30% من الحالات النتيجة هي ضياع 4 أيام عمل في كل حالة. فتخيل يا سعيد الوقت والمال اللي يضيعون. دور الصحة المهنية هو المحافظة على صحة وسلامة العمال والموظفين، إن كان بوضع لوائح السلامة وتطبيقها، أو استخدام معدات وملابس الحماية، أو الممارسات الصحيحة في المكتب أو الورشة. وفي هيئة الصحة في دبي، عيادة الصحة المهنية تقدم خدمات لكافة الموظفين في الهيئة، والهدف هو بيئة عمل سعيدة صحية وآمنة. والله يعطي العافية لكل العمال والموظفين، وعساكم دوم صحة وسعادة.